الشيخ عمرو أحمد، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت واهب العطاء، إليك أتيت، مجيب للسؤال. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قل الحمد لله، قل الحمد لله، أنت في نعمة، أنت في نعمة كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. الذي يفهم الحياة يعرف أنها لا تساوي شربة ماء. أغنى الأغنياء إذا سلب صحته لم يستمتع بماله، إذا رزق امرأة تكدر عيشته لم يستمتع بماله. من رزق امرأة حسناء مغرورة ابتلي بها، من رزقت زوجا صالحا ولكن فيه بخل مثلا والعياذ بالله فإنها تكون قد ابتليت بذلك. وكذلك الحياة. فيا صديقي قل الحمد لله، ولا تنظر لمن فضله الله عليك، فإنه فضل عليك في شيء وفيه شيء آخر أنت فضلت عليه، لذلك انظر إلى من هو دونك. وكل الناس سيجدون من هو دونهم. في الإسرائيليات أن رجلا غنيا أتى موسى عليه السلام ومعه رجل فقير ستر سوءته بورقة توت، فقال الغني لموسى: يا موسى سل ربك ماذا علي أن أفعل؟ فقال موسى عليه السلام: إن الله يأمرك أن تشكره. فمضى شاكرا. ثم قال الرجل الذي هو فقير ولا يجد إلا ورقة توت يستر بها عورته، قال: يا موسى سل ربك ماذا علي أن أفعل؟ فقال: إن الله يأمرك أن تشكره. فقال: أنا أشكر؟ يعني كأنه يرى أنه لا نعمة عنده، على ما يشكر يعني. قال: أنا أشكر. فأمر الله الريح أن تذهب عنه ورقة التوت. يا صديقي مهما يكن أنت في نعمة، فقل الحمد لله.